بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. من الطبيعي جدا ان لما اي حد بيرن عليك بيجيلك شاشة المكالمة عشان خاطر اذا كنت هترد على المكالمة او تكنسل على المكالمة، ولكن في موبايلات بيكون فيها مشكلة، وهي ان لما حد بيتصل عليهم مش بتجيلهم شاشة المكالمات دي، يعني ولا عارف يرد على المكالمة ولا عارف يكنسل على المكالمة، مجرد صوت بس شغال، واحيانا كمان الصوت ما بيبقاش موجود. والمشكلة دي هنتعلم مع بعض نحلها في الفيديو ده، ولكن يا ريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا بينا. حل المشكلة دي سهل جدا وبسيط. أول حاجة هنعملها هنروح على الإعدادات، وبعد كده هننزل عند التطبيقات. آدي التطبيقات يا شباب، هندوس عليها، وبعد كده هندوس على إدارة التطبيقات أو الاختيار، وبعد كده هنبدأ نبحث عن تطبيق الهاتف. عشان ما ندورش كتير في التطبيقات هنبدأ نبحث عنه فوق كده، هنكتب الهاتف على طول. آدي تطبيق الهاتف يا شباب، هندوس عليه، بعد كده هندوس على استخدام ساعة التخزين، وبعد كده هندوس على مسح التخزين المؤقت، وبعد كده هندوس على مسح البيانات، وبعد كده هنقول له حذف، بعد كده هنرجع خطوة لورا، بعد كده هنروح على إدارة التنبيهات أو الاختيار هندوس عليه، بعد كده هنفعل الاختيار ده اللي هو السماح بالإشعارات، وبعد كده هنرجع خطوة لورا، وبعد كده هنخش على الأذونات، وبعد كده نبدأ ندي لتطبيق الهاتف كل الصلاحيات. يعني دي كده كل الصلاحيات المسموح بيها، في آخر اتنين بس اللي هو الأجهزة المجاورة والموقع، هم دول بس اللي هم من التطبيقات الغير مسموح لها، فاحنا هندوس عليهم بالشكل ده، هنقول لهم سماح، وعلى الموقع برضو هندوس على السماح. كده خلاص احنا ادينا له كل الصلاحيات. هنا بيقول لنا ايه؟ لم يتم رفض اي اذونات. كده بقت كل حاجه تمام والمشكله اتحلت معاك. جرب كده، اي حد يتصل عليك هتلاقي جات لك شاشه المكالمات انك ترد على المكالمه او تكنسل عليها بالشكل الطبيعي خالص، كأن المشكله ما حصلتش من الاول. بس وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهارده، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات، وان شاء الله هرد عليكم على طول، واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامه.